أين الإله؟ أنا سأخبركم. لقد قتلناه أنتم وأنا، كيف يمكننا أن نعزي أنفسنا؟ نحن أكبر القتلة، إن أقدس وأعظم ما امتلكه العالم قد نزف دمه حتى الموت بطعنات مدانا. أي ماء سيطهرنا؟ أية مراسم تكفيرية يجب علينا أن نبتكر؟ ألم نسقط في منحدر طويل؟ ألسنا نتيه كما لو كنا عبر عدم مطلق؟ أليس الوقت ليلا باستمرار؟ ألا يجب أن نوقد الفوانيس أثناء الصباح؟ هل ما زلنا نسمع شيئا من ضجيج حافير القبور الذين دفنوا الإله؟ ألا يجب علينا أن نصير نحن أنفسنا آلهة لمجرد أن نبدو جديرين بهذه الفعلة؟ هكذا صح الرجل المجنون الذي صوره فريدريك نيتشه، أحد أهم فلاسفة القرن العشرين، في كتابه العلم المرح. صراخ المجنون كان تعبيرا عن الإنسان الذي فقد سر تمييزه في الوجود حين قتل إلهه ونظر إلى صفحة الوجود الفارغة فلم يجد فيها شيئا مقدسا. أما في كتابه الأشهر هكذا تكلم زرادشت، يتحدث نيتشه تارة أخرى عن ذلك الإنسان الذي يجب أن يتحول إلى الإنسان الأعلى أوبرمنش كي يستحق تلك المكانة التي ادعاها لنفسه بحق الإله، وإلا سيكون مصيره السقوط المدوي. أو بتعبير نيتشه، كل إنسان تعجزون عن تعليمه الطيران علموه على الأقل أن يسرع بالسقوط. وفي رأي مارسيليو فيسينيو عميد فلاسفة المذهب الإنساني، فإن الإنسان لم يعد خليفة الله في أرضه فحسب، بل شريكه في العلم والإبداع. هذا المعنى نفسه هو ما أكده فوكوياما في أطروحته عن نهاية التاريخ، والتي بشرنا فيها بفجر الثايموس. والثايموس لفظ يوناني يشير إلى الحيوية والاندفاع الروحي، وفي نظر فوكوياما هو اسم جامع للصفات النفسية التي دفعت بالإنسان الغربي في اتجاه التحرر والنزعة الاستقلالية. بعبارة أخرى، فالثايموس هو استغناء تام عن الله عز وجل. فإن أحد أسباب تجريد الإنسان الحديث من الدين والماورائيات كان الشعور بالاقتدار، وبالتالي خفوت الشعور بالافتقار. الماورائيات أو ما وراء الطبيعة المحسوسة، تلك المفاهيم التي حاول فلاسفة الحداثة أن يقللوا من شأنها في هذا العالم، حتى عبر عالم الاجتماع الشهير ماكس فيبر عن خفوتها في عصرنا الحديث بقوله: زوال السحر عن العالم. أليس عجيبا أن جاء في أول سورة نزلت من آخر رسالات السماء إلى الإنسان قوله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الإنسان الذي يقيس. ماذا يحدث للإنسان حين يفقد الثقة في بوصلته الشخصية، السلطة التي كانت توجهه، الجهة التي كانت تعاير له الصواب والخطأ؟ هذا هو عين ما حدث لإنسان عصر التنوير. فكانت النتيجة غريبة، اتجه إلى صنع أدوات القياس. على الفور تم صنع الترمومتر في عام 1724، والسدسية لقياس الزوايا بين النجوم في عام 1757، والميقات البحري في عام 1761، وبعد الثورة الفرنسية تم صنع المتر في عام 1795. تلك القطعة المعدنية المصنوعة من البلاتين الخالص، والتي أودعت خزائن الأرشيف الوطني في باريس ليكون وحدة قياس موحدة للأطوال. وجد الإنسان الذي كان شعاره آنذاك هو الجرأة على المعرفة والاستقلال عن الإله، أن توحيد الجميع أمام نفس مقاييس المقارنة هو المانع الوحيد أن نسقط في سفسطات وجهات النظر الذاتية. ولكن السؤال: ما هي الأداة التي يمكن أن تقيس بها القيم، الخير والشر، الصواب والخطأ، ما ينبغي أن يحدث أو لا يحدث في الكون الفسيح؟ عبر نيتشه عن هذه الفكرة بأن الإنسان هو الحيوان ذو الوجنتين الحمراوين، ذلك الذي وجد سبب عيشه في قدرته على لفظ كلمتي الخير والشر، ذلك الممنوح قدرة على التقييم، فمنح القيمة والمعنى من إنسانيته للأشياء أجمع. حين قتل الإنسان بظنه إلهه، شعر بأنه يجب عليه أن يحل محله. شعر الإنسان بقدرته على أن يضع إصبعه فوق رمانة الميزان الذي يقيم ويزن كل الأشياء الأخرى،
رافضا أن يعترف لنفسه بأنه واحد من الأشياء. ماذا يمكن أن تكون ردة فعل إنسان كهذا على آلام الحياة، قرصات البلاء أو انتفاضات الألم في عراء حياة قاسية لا تشاركه اعترافه بمكانته التي صنعها لنفسه؟ أي قهر ممزوج بالدهشة ذلك الذي سيخالط شعوره حين يفطن إلى أن كل محاولاته ليكون إنسانا أعلى سوف تذهب مع الريح مع أول صقيع يصيبه بالرجفة، أو انكسارة دمع في لحظة احتياج حارة إلى عناق دافئ مع إنسان يربت على كتفيه مطمئنة حين تخيفه وحشة الحياة؟ هل فر الإنسان بطغيانه حقا ونجح في أن يحاكي مهام الإله؟ أم اختنقت روحه تحت ثقل كل هذا التعالي من الكائن المتداعي ذي الوجنتين الحمراوين؟ الإنسان الهش. كيف يغير الله عقلك؟ كتاب صدر حديثا لعالمين أمريكيين، أحدهما عالم أعصاب، يذكر فيه بعد تصوير نشاط الدماغ عند المتدينين والملحدين بأن الأثر الإيجابي الكبير للإيمان بالله يمتد إلى الصحة البدنية والنفسية والعقلية للإنسان. وفي كتاب آخر لعالم الأعصاب كيفن نيلسون يدعى الدافع لله، هل تم تسليك الدين في عقولنا؟ ذكر كيفن أن هناك ربط عميق في أدماغتنا بين الروحانية وبين أن تكون إنساناً. كان ريتشارد دوكينز يعاند كعادته ويقول قدرة الدين على جلب السلوان لا تجعله حقاً، فنبهنا ديفيد بيرلينسكي إلى أن هذا كلام صحيح في مجرده، ولكن على المرء أن يتساءل عن سبب امتلاك الدين لهذه القوة لمنح السلوان ووجه استئثاره بهذه القوة على مدار التاريخ الإنساني كله. وكما في المثل الإنجليزي، لا يوجد ملاحدة في الخنادق، ولكن المؤرخون يخبرون أن هذا ليس مجرد مثل، فمنذ 2000 عام أخبرنا المؤرخ اليوناني بلوتارخ قد نجد مدنا بلا أسوار أو بدون ملوك أو حضارة أو مسرح، لكن لم يرى إنسان مدينة بدون أماكن للعبادة والعباد. أما بيرجسون فأتى بعده ليردد لقد وجدت وحتى الآن مجتمعات إنسانية بدون علم ولا فن ولا فلسفة، ولكن لم يوجد مجتمع إنساني بدون دين. ويقول المؤرخ الشهير ويليام ديورانت حتى المؤرخ المتشكك لديه احترام متواضع للدين لأنه يراه مؤديا لوظيفته ولا غنى عنه في كل أرض وجيل. وحين ننظر من منظار الفلسفة فلدينا الفيلسوف الألماني هيجل الذي يرى أن التدين عنصر أساسي للإنسان وجزء من ماهيته، وهو ما جعل كارين آرمسترونغ تقترح في كتابها مسعى البشرية الأزلي تسمية الإنسان بهومو ريليجيوس بدلا من هومو سابينز. كان الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إليه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. تلك الحالة التي هي مزيج من الحيرة والتيه وجوع قارس لا يعلم صاحبه ما الذي قد يشبعه، تلك الحالة هي التي عبر عنها القرآن بلفظ بديع، فقال جل في علاه قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. حيران، حيران هو ذلك الإنسان الذي سارع بإعلان موت الإله قبل سويعات قليلة من إدراكه أنه بفرض حدوث هذا فهو لن ينجو أبدا في هذه الحياة بدونه. والعمل، يكمن العمل في مجرد العلم أحيانا، العلم بما نكون، والأهم العلم بما لم نكن. كارل يونغ عملاق علم النفس التحليلي يلخص الأمر في النهاية بقوله لم يعد الإنسان الغربي بحاجة إلى ممارسة المزيد من التفوق على الطبيعة داخليا أو خارجيا، لقد تمكن من حيازة الاثنين
بشيطنة تامة. الشيء الذي ما زال يفقده هو التعرف الواعي على دونيته بالنسبة إلى الطبيعة من حوله وفي داخله. يجب عليه أن يتعلم أنه قد لا يفعل كل ما يريد. إذ لم يتعلم هذا، فإن طبيعته هي التي ستتولى تدميره. إنه لا يدرك أن روحه هي التي تتمرد بشكل انتحاري.